حبيبتي الجميلة المتميزة اللي النهاردة هتكون معايا بالورقة والقلم. دايما نسمع بالورقة والقلم، ايه الامر اللي عملتيه بدقة لدرجتك انك قلتي فيه بالورقة والقلم؟ اولا انا ممكن احكي قصة وممكن ارسم كتير جدا، ودولت كنت شاطرة فيهم جدا. يعني انت في شعرك بتكوني دقيقة، صح كده؟ وكمان انت بتغني؟ بغني. ده يعني اكيد كمان قبل الامتحان بتكوني دقيقة يا فريدة، صح؟ في اوقات من كتر ما احنا بنكون بجد مركزين مش ممكن ننسى الوقت ده، صح؟ صح كده؟ فعمرنا ما هننسى وقت الامتحان ووقت ما انت جياني النهارده، فمركزة قوي 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 في اللي انت عايزة تقوليه، فدقيقة جدا جدا جدا، صح كده؟ صح. طيب أنا عايزة أسمع من فريدة النهاردة قصيدة حلوة، وبعد شوية هسمع أنشودة جميلة. أسمع إيه في الأول؟ ممكن أقولك طلع النهار؟ طلع النهار، يلا. طلع النهار، طلع النهار وابتدأ اليوم الجديد اللي فيه الشعب كله بيحتفل بأحلى عيد. ألفين تحية ألفين سلام لك يا شهيد، زي النهاردة زي النهاردة مصر قالت في الولادة الطيبة، كله قام لبى الندى الله أكبر الله أكبر على الحدود، قاموا الجنود يروي سينا دمهم، رجراية النصر ضحوا بدمهم، زي النهاردة زي النهاردة قام صلى وكبر الله أكبر الله أكبر بالعزيمة، رجعوا لنا كل شبر في أرض سينا، رجعوا لنا حقنا، زي النهاردة زي النهاردة في الميعاد الكل لازم يفتكر كل اللي عملوه الولاد، ويقول دي مصر ويقول دي مصر ويفتخر. افتحوا ايديكم افتحوا ايديكم تلاقوا وش الشهيد ابتسم، افرحي يم الشهيد انك رسم بدم صورة لمصر لحظة ما انتصر. طير يا حمام طير يا حمام من على البيوت، وابعت تحية بالسلام، وابعت وقول دي مصر النهاردة دي الأمان. يا جيشنا العظيم يا جيشنا العظيم، رفعت راية النصر بإيدك في الميدان، تسلم يا جيشنا طول عمرك بطل، تسلم يا جيشنا طول عمرك بطل. الله 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 على الجمال، وبجد الله أكبر، ربنا يحفظك. قولي لي مين بيساعدك بقى في حفظ القصائد؟ ماما وبابا. جميل قوي. واخويا برضو كان بيدعمني. كان ولا مازال؟ مازال مازال. في عندك اخ جميل، بعد شويه هنحكي حكايه حلوه هيكون فيها اخت واخت، اختين يعني. بس قبل ما نتكلم في الحكايه كنت عايزه اعرف من حبيبتي فريده، دلوقتي انت دقيقه جدا في كل حاجه، صح؟ صح. علشان كده اختياراتك بفضل الله هتكون سليمه. سليمه صح؟ ان شاء الله. طيب النهارده لما فكرتي تقولي قصيده، النهارده انت اخترتي كام قصيده هتقوليهم معايا؟ ثلاثة. ثلاث قصائد، وهنقول كمان أنشودتين، صح؟ إن شاء الله يكون معانا وقت ونقول كل حاجة.